السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية ستكون مع فقرة المقاطع المتداولة، ومعنا في الخبر الأول من فقرة المقاطع المتداولة نتحدث عن هجومين منفصلين وقعا في بغداد، حيث أفادت مصادر أمنية بسقوط صاروخين اثنين على محيط مطار بغداد الدولي، فيما سقط صاروخا كاتيوشا آخران على منطقة الجدرية في بغداد وفقا لذات المصادر. لنتابع معا لحظة سقوط الصواريخ على منطقة الجدرية بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار وأثار الدمار التي لحقت بممتلكات المواطنين فجر الاثنين. نتابع. كانت الصور الملحقة بالفيديو هي الملتقطة في أعقاب سقوط هذه الصواريخ التي شاهدتم لحظات سقوطها وإيانا. هذه الهجمات طبعا أعادت إلى الأذهان المجزرة التي راح ضحيتها عدد من النساء والأطفال في الرضوانية قبل عدة أيام بالقرب من مطار بغداد، وذلك بعد سقوط صاروخ كاتيوشا أيضا على منزلهم، الأمر الذي تسبب بفزع عائلات بغدادية في الجدرية ومحيط المطار، حتى بات عدد منهم ليلته في جو من القلق والفزع. سيدة من السيدات العراقيات اللواتي يسكن منطقة الجدرية وثقت حال أطفالها بعد أن أفاقوا على أصوات الصواريخ، وسجلت خوفهم من القصف الذي تعرض إليه منزلهم والمنازل المجاورة. نشاهد وإياكم. شوف ماما، شوف يا ماما، شو تشوف؟ شو بيك ماما؟ صاروخ، أخاف ما نسمع صوت. شو بيك؟ أنا ما صاروخ. شو بيك صاروخ؟ ماما هذا الصاروخ يدفع هواء؟ إيه. يعني من هيجي هوا نجي أخاف على هذول، البيت هذا الكبير المصلحين، مو هذا أبو الأكل، مو هذا المطعم. هذا اللون خضره، الجام لون خضره، فجت عليها. والله يا ماما ما ادري شو عليها، مسكين وقع. ها؟ شو عليها مسكين وقع؟ يا مسكين وقع. ماما هاي شو بيج بابا؟ ماما ماما بلبل قاب همينه؟ ايه. وتي همينه قبيتي؟ هاي تعورتي؟ يعني تماما هذه المشاهد تشبه المشاهد التي كان يصورها بعض العائلات الفلسطينية حينما يتعرضون إلى قصف صهيوني، لكن القصف الذي يتعرض إليه أهل بغداد والمناطق المجاورة للأسف يقع بأيد يقال إنها عراقية. الآن نتابع وإياكم مجموعة من التغريدات كتبها عراقيون تقريبا على الفيديوهات التي شاهدناها. في البداية نستعرض إياكم هذه التغريدة، وهي من نصيب أحمد الذي كتب: هاي العالم شنو ذنبها؟ واحد قاعد ببيته يوقع له صاروخ. إلى تغريدة ثانية أو منشور ثاني على فيسبوك: قبل يقولون لتجيك طلقة تايها، هسا تجاوزنا هذه المرحلة، صارت صواريخ ما شاء الله، تهكم يصل مرحلة سوداوية جديدة. إلى منشور ثالث نذهب وإياكم، وفي علي سعدون يقول: طاحظكم، جعلت دم العراقي ورق التفاوض بين دول خبيثة. الآن إلى مروة التي كتبت: تالي إلى متى هذا الوضع؟ شنو ذنب الناس؟ يومية واقع عليها صاروخ. طبعا كانت هذه جملة من المنشورات أو التعليقات التي شهدتها عدد من صفحات الفيسبوك تعقيبا على الفيديو الذي شاهدناه قبل قليل. الآن ننتقل وإياكم إلى موضوع آخر وخبر ثاني، حيث اتهم المتظاهرون في محافظة ذي قار، اتهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمحاولة فض حراكهم السلمي بزيارته للمحافظة عبر إطلاق وعود وعهود قالوا إنه لن يلتزم بها.
وقال نشطون إن الكاظمي وصل إلى جسر الزيتون في الناصرية مرورا بساحة الحبوب وسط المدينة، معتبرين زيارته أنها قد تكون تنفيذا لاتفاق مسبق مع زعماء الكتل السياسية بشأن إنهاء التظاهرات في المحافظة عبر فبركة تهم ضد المعتصمين بتظاهرات ثورة تشرين في الناصرية، والتهم هذه منها ارتكاب عمليات تخريب وخروج عن القانون. المتظاهرون قالوا في بيانهم أيضاً إن مطالبهم معروفة وكل من التقى بهم الكاظمي لا يمثلهم، مشددين على مطلب محاكمة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير الناشط المختطف سجاد العراقي. لنستمع وإياكم الآن إلى بيانهم قبل الانتقال واستعراض عدد من التغريدات التي ذيلت باسم سجاد وين يا كاظمي الذي أطلقه ناشطون بالتزامن مع زيارة الكاظمي للمدينة. بيان زوار ساحة الحبوبي بعد أن تبين وجود سيارة من قبل رئيس الوزراء إلى محافظة القاهرة المنكوبة، نود أن نبلغ أبناء شعبنا العراقي ومحافظتنا الصامدة بوجه القتلة والفاسدين بأنه لا يوجد ممثل عن ثوار المحافظة، وساحة الحكومي لمقابلة الوفد الحكومي، وإن مطالبنا الأساسية واضحة ومعروفة لديهم وهي أولا قانون الانتخابات العادل وبالدوائر المتعددة خالية من التقسيم الحزبي، ثانيا محاكمة قتلة المتظاهرين، ثالثا التحري والكشف عن مصير المتظاهر الأخ الصديق سجاد العراقي والإفراج عنه بصورة سريعة. المجد للثوار والأبطال والرحمة للشهداء والحرية لسجاد العراقي. متظاهرون على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي قالوا أيضا من ينتمي إلى الثوار عليه لا يزور هذه الجهة أو تلك ممن لا يمثلون ثورة تشرين، وإنما عليه أن يذهب إلى المتظاهرين في الميادين أن يجلس معهم ويحقق طلباتهم العادلة. الآن نقرأ وإياكم مجموعة من التغريدات التي جاءت تعقيبا على ما شاهدتم من مقطع مصور. في التغريدة الأولى نقرأ ما كتبه محمد ويقول: تعجز حكومة كاملة بمؤسساتها الأمنية كافة عن معرفة خاطفي سجاد العراقي، أم أنكم تكونوا أهلا لحماية المواطنين فأعلنوا عن عجزكم حال، إن لم تكونوا كذلك طبعا. يقصد الآن إلى حسن الذي كتب 15 يوما وسجاد من يدروين صار حال المغيبين اللي بالآلاف 15 يوم، وكل العراق يعرف مكان سجاد ولسه ما طلع لأن الحكومة تخاف. إلى تغريدة ثالثة وفيها يقول فراس: ناشطين يختطفون ويقتلون ولا تفعل شيء سوى زيارة عوائلهم للمواساة، يمكن عبالكم الناس بعدها قشامر، مكافئ 20 سنة خداع ومكر وكذب. الآن إلى التغريدة الأخيرة، وليد يقول فيها: إذا كانت كل هذه القوات والتي نصرف عليها ميزانية ضخمة كل هذه السنين ولا تستطيع تحرير مختطف فما فائدتها؟ كيف تريد من الشعب أن ينام مطمئنا؟ سجاد وين يا كاظمي؟ هذا هو الوسم الإلكتروني الذي أطلقه شباب عراقي تعقيبا على الظروف الحالية في العراق وتواصل اختطاف الناشط العراقي سجاد. الآن نذهب إلى موضوع آخر، حيث أظهرت لقطات مصورة تناقلها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة القوات الحكومية تفريق خريجي المعاهد التقنية المتظاهرين قرب مقر رئاسة الوزراء في بغداد، والذين صعدوا من حراكهم السلمي وقاموا بإغلاق تقاطع مجسر العلاوي وسط بغداد مطالبين السلطات الحكومية باستيعابهم في دوائر الدولة وإنصافهم بالتعيينات التي يستحقون. لنشاهد جانبا مما حصل قبل استعراض عدد من التغريدات على وسم الدبلوم ينتفض. Thank you.
جاي يطقون بينا يا شباب. هكذا تعاملت القوات الحكومية مع الخريجين الجامعيين وأصحاب الشهادات العالية الذين ببساطة طلبوا بحقهم فأغلقوا مجسر العلاوي، فوجدوا بالمقابل القوات الحكومية بدلا من أن تساندهم بحقوقهم وتعينهم على تحقيقها وجدوا الهراوات والضرب بالأيدي والإهانة. الآن نتابع وإياكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهاشتاغ الدبلوم ينتفض، والبداية مع محمد المشهداني. إنني أؤمن بحقي في الحرية وحق بلادي في الحياة، وهذا الإيمان أقوى من كل سلاح. نحن أحرار ولن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا بالطرق السلمية. الدبلوم ينتفض. الآن إلى تغريدة ثانية كتبتها روسيلا التي تقول: نحن خريجي المعاهد التقنية نعاني من التهميش والظلم وعدم الإنصاف من قبل دوائر الدولة، علما أن اختصاصاتنا مطلوبة في جميع الوزارات والدوائر الحكومية بالدولة. للعقول التي تفهم قضيتنا الذي بين أيديهم أمر حصولنا على وظيفة. الآن إلى تغريدة ثالثة. إسراء علي تكتب: خلف كل عزيمة هناك دافع، وبقوة الدافع تقوى العزيمة، وعزيمة خريجي دبلوم لن يثنيها أحد، وباقون بثورتنا التي مضى عليها أكثر من 67 يوما ومستمرون حتى تحقيق المطالب. الآن بعد إسراء إلى أفراح وتكتب في إطار الاعتصام المتواصل للخريجين، وتقول: نحن لفيف من خريجي المعاهد التقنية والإدارية مضى على تخرجنا عدة سنوات ولم نلمس أي إنصاف من قبل الحكومات والجهات المعنية في توفير درجات وظيفية. الدبلوم ينتفض. كانت هذه إطلالة سريعة على أبرز التغريدات التي اختتمت بهذا الهاشتاغ. والآن إلى موضوع جديد، حيث قالت وكالة فرانس بريس إن آلاف العراقيين بدأوا بالتوجه إلى مدينة كربلاء على الرغم من اقتراب العراق من الوصول إلى حاجز 10,000 إصابة يومية بفيروس كورونا. ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أنه رغم إصدار منظمة الصحة العالمية تحذيراً من دخول العراق المرحلة الثالثة من الوباء، وهي التفشي المجتمعي، إلا أن السلطات تراجعت عن إجراء منع الدخول للمشاركة بشعائر الأربعينية، ما يهدد من وصول البلاد إلى مرحلة الوباء الكامل بسبب تجاهل تعليمات التباعد الاجتماعي. ومن بين المقاطع التي تم رصدها خلال الساعات القليلة الماضية والتي حققت نسبة تداول كبيرة، مقطع مصور لشخص يدعو الزائرين إلى نزع الكمامة والإلقاء بها على الأرض والتوجه نحو مرقد الحسين رضي الله عنه دون خوف من الفيروس، في خطوة تخالف العقل والمنطق والتحذيرات الصحية. نشاهد ومن ثم نذهب إلى قراءة في التغريدات. شوفوا هاي النماذج التعبانين. وسيف الجهل أمضى حين يقع على نحر صاحبه، يقول العديد من الشباب تعقيبا على ما شاهدتم من مقطع. الآن نتابع وإياكم
هذه المنشورات التي كتبت على فيسبوك. يقول محمد الوندي: الجهل والتخلف أصبح ظاهرة ويتفخرون بجهلهم، يجب على السلطات الأمنية إلقاء القبض على هؤلاء الصعاليك الذين يشجعون الناس على الجهل والتخلف. عواد الإبراهيمي يقول: هذا لا يختلف عن الذين حكموا البلد وأوصلوه إلى حافة الانهيار. أما عباس حسن فيقول: المفروض هذا يتم اعتقاله لأن يعلم الناس على مخالفة أنظمة السلامة، وعنده غاية سوء لكي يعم المرض بين الناس، فيجب اعتقاله ليكون عبرة للآخرين. طيوبة تكتب: يا أخي حتى الحسين بريء منكم، صدق جذب، يعني ناس كبار بالسن وشباب وتعرفوا أقنعة الصحي، تعرف واقعنا الصحي شلون تعبان، شنو هذا التحريض المقيت؟ هذه مجموعة من التعليقات كان فيها شيء من الغضب وشيء من استغراب الجهالة من مثل هذه الدعوات، نزع الكمامات في زيارة الأربعينية، وفيها الكثير أيضا من الحزن على الواقع العراقي اليوم. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية. في فقرة أنت ترى نظم ناشطون في بغداد مسيرة قرب مول النخيل إحياء لذكرى شهداء المجزرة التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين السلميين في شهر تشرين قرب مول النخيل مطلع الأول من العام الماضي من خلال قنصهم مباشرة في منطقة الرأس، حيث أسفر يومها الحادث أو المجزرة أسفرت عن سقوط نحو 50 شهيدا. وردد المتظاهرون هتاف الثورة الشهير شلع قلع والكال هوياهم، تعبيرا عن رفضهم لكل رموز العملية السياسية بما فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. نتابع. بعد أيام على اندلاع أعنف المواجهات بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في عقود حول إقليم قرباخ واتهام تركيا بإرسال مقاتلين سوريين لدعم حليفتها أذربيجان، ظهر على موقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية فيديو قيل إنه يظهر استهداف عربة تقل مقاتلين سوريين على خط الاشتباك، لكن هذا الفيديو منشور على الإنترنت قبل سنة على الأقل ولا علاقة له بما يجري حاليا في القوقاز. الفيديو المتداول لم يلتقط في الأيام القليلة الماضية في أذربيجان ولا علاقة له بالمعارك الدائرة هناك حاليا، فقد أظهر تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة والتفتيش عنها في محركات البحث أنه منشور قبل عام على الأقل وفقا لما نشرته فرانس بريس، حيث عثر على نسخة نشرت سابقا على موقع تويتر قال ناشرها وهو صحفي أفغاني إنها من العمليات التي نفذتها حركة طالبان في أفغانستان. ومن خلال تصفح تعليقات المستخدمين تحت الفيديو تبين أن معظم التعليقات تشكك بأن يكون الفيديو مصوراً في أذربيجان وترجح أن يكون في أفغانستان بين الحقيقة والأكذوبة. نتابع الفيديو الآتي. Thank you.
ننتقل وإياكم الآن إلى صندوق الوارد ونقرأ عليكم هذه الرسالة التي وصلتنا تماماً كما هي. نستعرض الآن النص وإياكم، حيث يقول مرسل الرسالة: نحن مجموعة من مهندسي ومهندسات العراق المعتصمين في بغداد ومن جميع المحافظات، مطلبنا التعيين. نتمنى منكم دعمنا بإيصال صوتنا ومناشدتنا للكاظمي ليلتفت إلينا نحن الشريحة المهمشة منذ 2003 وإلى هذا اليوم. بهذا تنتهي هذه الفقرة، والآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية وهي فقرة هاشتاج. هم زوار وهم ثوار، واسم أطلقه ناشط ثورة تشرين مع قرب مراسم إحياء أربعينية استشهاد الحسين رضي الله عنها، بالتزامن مع تنظيم المتظاهرين لمواكب ثورية خلال مراسم الزيارة، تبنت على عاتقها التعريف بالثورة وشعاراتها المناهضة للأحزاب في تعبير عن المعنى الحقيقي لإحياء هذه المناسبة، بعد أن حاولت الأحزاب حرف هذه الذكرى عن مسارها من خلال بث الطائفية والشعارات التي تفرق بين أبناء البلد الواحد خلال الأعوام السابقة. نستعرض وإياكم مجموعة من التغريدات ونقرأها معا، والبداية بمحمد الذي كتب: كان وسيبقى الهتاف الأقوى، إخوان سنة وشيعة، هذا الوطن من بيع. الآن إلى التغريدة التالية، وكتبها نورس يقول: تبا لكل عبد ذليل ساكت عن الظالم، تبا لكل معمم ورجل دين ساكت عن الظلم، تبا لكل مقدس ساكت عن الظلم، تبا للسياسي، دماء تشرين سوف تلاحقكم. هم زوار هم ثوار. أما أمجد فيكتب: لا تراجع عن الثورة ولا تفاوض على دماء الشهداء. إلى التغريدة الأخيرة التي كتبتها تبارك وتقول فيها تبارك: ثورة تشرين حنظل صفعة بوجه كل باطل الآن ومستقبلا، والاستشهدوا ما ماتوا لفراغ، وإنما دماءهم هي اللي راح تصنع المستقبل الأفضل وتزيح شكو سياسي فاسد. ما راح يضيع الدم، صدور الأحرار ما يهمها حوافر العبيد. هم زوار وهم ثوار. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخيرة، ابقوا معنا. من الفيديوهات المتداولة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي اخترنا لكم هذا الفيديو، وفيه شاب سوري حول الإصابة التي كلفته ساقه ونمط حياته السابق حولهما إلى مصدر إلهام يساعد به غيره من الناس ويغير نظرتهم إلى الحياة. تفاصيل أكثر حول هذه القصة المنتجة من قبل إيجي عربي بلاس، نتابع. الإصابة أدت لبتر رجلي من فوق الركبة. بالفترة الأولى كنت كثير متضايق وكرهان حالي وحياتي ونفسيتي كثير تأزمت. صار لي 7 سنين بشتغل بهذا المجال، قدرت اني اخدم على عدد كثير كبير من الناس من خلال تجربتي وخلال خبرتي في هذا المجال كمصاب وكمعالج لهذا الامر. الحمد لله كان كثير في حالات تجاوب معي بسبب انه انا مريت بالحالات اللي والصعوبات اللي مروا فيها الاشخاص المثلي. بهذا الفيديو المنشور على منصة إيجي بلس بالعربي والذي يعلمنا أن العزيمة مشروع حياة لا يمكن أن تستسلم، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. دمتم في أمان الله.